السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده هتكلم عن المنتج اللي انتوا شايفينه ده، واللي انا يعني بحبه جدا 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 في الصيف. يمكن انا حاليا بعمل حاجات لنفسي طبيعيه في البيت، وبجيب الروايح انا حباها، بس ده كان من مفضلاتي وفعلا بحبه قوي، خصوصا في الصيف. هو عباره عن لوشن الجسم، هو اسمه انشانتير، موجود يمكن في كل السوبر ماركت الكبيره زي فتح الله، كارفور، موجود في المحلات الكبيرة كبيرة برضو. انتي بتستخدميه كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، كلوشن ترطيب للجسم بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، يعني بتحطيه على جسمك. فهو يعني احلى حاجة فيه ان هو ريحته بتبقى مميزة قوي. في منه طبعا كذا نوع، يعني كذا ريحة وكذا نوع موجودة. تقدري تختاري طبعا اللي يناسبك. ريحته يمكن هي مش ثابته قوي قوي، يعني ممكن مثلا خلال ساعتين ولا حاجة بتبقى موجودة في الجسم، بس انا بحس بريحة نظافة فعلا لمدة ساعتين، وده كويس جدا، يعني مناسب قوي في الصيف ان انتي تستخدمي. الترطيب يا بنات هو يعتبر اهم حاجة، يعني لو انتي عندك اي مشاكل وكده فلازم ترطبي جسمك على طول وتفضلي مدة طويلة. الترطيب هيخلي في حاجات كتير قوي في جسمك تتعالج، يعني هتعالج مشاكل كتير عندك. لو انتي اصلا ما عندكيش مشاكل فكويس جدا، لازم تنتظمي على الترطيب علشان تحافظي على النتيجة اللي عندك. في حاجات كتير في السوق، وفي لوشنات كتير في السوق وكده، في منها الكويس وفي منها النص نص. انشانتير يعتبر من الحاجات اللي هي مش حلوة قوي 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 ومش وحشة قوي قوي، يعني في النص كده، كويس، سعره مناسب، حجمه بيبقى كويس، ترطيبه لحد ما كويس، مش قوي قوي ولا حاجة، مناسب جدا في الصيف في الايام اللي احنا فيها دي. بيخلي ريحة الجسم كويسة زي ما قلت. في حاجات طبيعية ان شاء الله هتنزل الفترة الجاية للجسم، بس هي للناس اللي عندها مشاكل في بشرتها، مش اللي هو الناس اللي ما عندهاش مشاكل. يعني اللوشن اللي انتوا شايفينه ده ممكن تستخدميه لو انت ما عندكيش مشاكل، او لو انت عايزه تستخدمي حاجه بالنهار بس كريحه حلوه وكده. احنا بناخد شاور مرتين، ها في الصيف مرتين، اوكي. فالصبح ممكن تستخدمي حاجه خفيفه ما تكونش بتلزق ولا اي حاجه في الهدوم، وبالليل بتستخدمي الحاجه بقى اللي هي بتكون علاجيه، ودي ان شاء الله هتكلم عنها الفتره الجايه وهتنزل الفتره الجايه. هو في منه كذا حجم، يعني في منه احجام تانية كبيره، في تقريبا 500 او 400 ملي، ده اللي هو الصغير ده. طبعا خلاص يعني كنت جايباه من زمان وانتهى عندي. ده في الصيف، لا ده افضل حاجه، انا شايفه ان ده افضل حاجه وسعره مناسب. يا رب اكون افدتكم باي حاجه كده في الفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.